طفرة تنموية لم يشهدها صعيد مصر على مدار عقود سابقة للأسف الشديد، طالما همش الصعيد المصري على مدار عهود سياسية سابقة. اليوم بني سويف يعني تزدهي وتتباهى بافتتاح عدد من المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تابعنا مع حضراتكم افتتاح عدة مشروعات واحتفاء أهالي بني سويف وأهالي قرية ستس الأمراء بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لها. الرئيس قدم خطابا في غاية الأهمية، حمل رسائل مهمة تمس حياة المواطنين، واتخذ مجموعة من القرارات وجه بها الحكومة لتنفيذها. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا على الهواء مباشرة محمد بخلوف الكاتب الصحفي بأخبار اليوم. أستاذ محمد، يعني بداية أبدأ معك مباشرة بخطاب السيد الرئيس الذي حمل مجموعة من الرسائل والتوجيهات للحكومة المصرية لتخفيف أعباء المواطن المصري الفترة المقبلة واتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية. كيف قرأت ما جاء في خطاب السيد الرئيس؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني قرارات السيد الرئيس اليوم قرارات تاريخية وإنسانية تنحاز للمواطن بكافة فئات الشعب. يعني عايز أقول لحضرتك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ينحاز للمواطن، ويوما بعد يوم يبرهن أكثر وأكثر أنه داعم حقيقي للمواطن المصري بشكل مباشر، وصف أزمات تواجه العالم كله. فالرئيس يعمل دائما لصالح المواطن المصري. يعني هناك توجه واضح لدى قيادتنا السياسية الحكيمة والمخلصة لتحسين رواتب الموظفين، ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادي جرى التوجيه بزيادة الرواتب أكثر من 5 مرات تقريبا، وطبعا ده بينعكس على حياة الأسر المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادة الجديدة. طبعا عايز أقول لحضرتك أبرز الرسائل باختصار، يعني في خطاب السيد الرئيس اليوم أنه خطاب مكاشفة ومصارحة، حمل رسائل عدة إلى جموع الشعب المصري، أهمها أن الرئيس ليس بعيد عن الشعب ويشعر بنبض المواطن وإنه واحد مننا. يعني عايز أقول لحضرتك سيادته حاسس ومنتبه لحجم المعاناة من قبل الشعب والمواطن، عشان كده وجه يمكن الحكومة اليوم برفع المعاناة عن المواطنين بالثمان قرارات التي اتخذها لتخفيف الأعباء، وكمان سيادته طمن المواطنين أن الدولة ماضية في طريقها الصحيح وأن اقتصادنا يتعافى. وطبعا السر في ده ستر ربنا كما قال السيد الرئيس. ويمكن هنا عايز لو تسمح لي أضيف على كلمة السيد الرئيس على هذه الجملة، أن الدولة تسير في طريقها الصحيح واقتصادنا يتعافى بستر ربنا، وأيضا بجهد قيادتنا السياسية المخلصة وصلابة ودعم الشعب المصري ووعيه. طب يعني هناك كما ذكرت العديد من الرسائل، ويمكن أن نضع عنوان المكاشفة والمصارحة لهذا الخطاب. الرئيس بدأ خطابه بجملة يعني نصا قال السيد الرئيس: أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية. رسالة طمأنة للشارع المصري، للمواطن المصري، أن الرئيس معه وأن الرئيس يعني يشعر بما يشعر به المواطنون في كافة أنحاء الجمهورية. الرسالة تأتي من الصعيد، من بني سويف، الصعيد الذي همش للأسف الشديد على مدار عقود يعني سابقة. أهمية الاهتمام بالتنمية الشاملة للصعيد على مختلف الأصعدة، نتحدث في المجال الزراعي والصناعي وأيضا المجال التعليمي، هناك نهضة حقيقية يعني متعددة الأبعاد يشهدها صعيد مصر اليوم. يمكن هنا يعني اسمح لي بأن أكشف لحضرتك أو أوضح لحضرتك بصفتي أحد أبناء الصعيد، وطبعا أفتخر بده ولي الشرف أن ابن مركز زغلولة محافظة سوهاج، طبعا شفت بعيني وشاهدت ما جرى من تطوير في الصعيد. فالرئيس عبد الفتاح السيسي يقود ثورة تطوير في الصعيد، فبعد طبعا عقود من التهميش والإهمال قامت الدولة ببث الروح في أرجاء الصعيد وجعلته يتنفس التنمية، وطبعا ده من خلال آلاف المشروعات الخدمية والتنموية زي ما حضرتك ذكرت في مختلف القطاعات والمجالات. طبعا ساهمت هذه المشروعات في الحد من جرائم الصقر، وتم أيضا فرض السيطرة الأمنية، وطبعا حضرتك عارف السيطرة الأمنية دي انعكست على حالة الاستقرار الأمني الذي أصبح ينعم به الصعيد من خلال النجاحات الأمنية الكبيرة لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق. طبعا عايز اقول لحضرتك الدوله انفقت مليارات الجنيهات لتنميه الجنوب،
وطبعا لو ما كانش في إرادة سياسية حقيقية ودعم من رأس الدولة ما تحققت هذه المشروعات والإنجازات غير المسبوقة. طبعا عايز أقول لحضرتك اليوم الصعيد في عيد ويولد من جديد في عهد الرئيس العادل المخلص لوطنه وشعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منح الجنوب، عايز أقول لحضرتك إنجاز التعمير تعبير منح الجنوب حقوقه المسلوبة منذ عقود. يعني عايز أقول لحضرتك الكم الهائل من المشروعات في الجنوب يعد بمثابة ترجمة عملية وحقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وهنا يمكننا أن نقول أن دولة 30 يونيو نجحت في أن تقضي على الظلام في الجنوب لتضيء شمس التنمية المتمثلة في المشروعات مختلف محافظات الصعيد، واليوم مثال خير مثال طبعا محافظة بني سويف. ونحن تابعنا على الهواء حتى نبض الشارع في بني سويف، صوت الناس الأهالي أهلنا في الصعيد وتحديدا في بني سويف يشعرون أن الحياة تغيرت، وجه الحياة تغير على مستوى البنية التحتية، على مستوى الطرق، على مستوى الخدمات المقدمة سواء الصحية أو التعليمية بشكل كبير. بالطبع بالطبع، يعني يمكن شفنا اليوم الحشود التي اجتمعت لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة بني سويف، وطبعا ده بيعكس تقدير المواطن للجهود المبذولة من قبل الدولة. ويمكن شفنا، يعني عايز اقول لحضرتك لا نقتصر على مشهد اليوم، يمكن شفنا نفس الاستقبال الشعبي الحافل والكبير للسيد الرئيس في مختلف المحافظات خلال زياراته المختلفه، سواء في محافظه مطروح، سواء في البحيره، سواء في اسكندريه، سواء في صعيد مصر، مختلف المحافظات، مختلف المدن المصريه والقرى المصريه. طبعا ده يؤكد ان المصريين داعمون ويقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيره التنميه. طبعا عايز هنا انتهز هذه الفرصه واشكر القياده السياسيه على اهتمامها بالجنوب، وانقل عايز اقول لحضرتك يعني هنا انقل رساله شكر وفرحه وترحيب من جميع اهلي وناسي في الصعيد بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطبعا عايز اخص بالشكر والتقدير قيادتنا السياسيه لدعمها الكبير وغير المسبوق للشباب، لانه اول رئيس يؤمن ويدعم النماذج الشبابيه، وحقا سيادته يستحق لقب راعي الشباب. كان لافتا ايضا استاذ محمد يعني اشاره السيد الرئيس الى انه بالرغم من الازمات التي وصفها بانها ازمات مركبه، ازمه وباء كورونا التي استمرت لعامين، وايضا الان نعيش تداعيات واثار الحرب الروسيه الاوكرانيه التي ما زالت مستمره، بالرغم من الاربع سنوات كما ذكر السيد الرئيس والظروف الاقتصاديه الدقيقه والصعبه، إلا أن ذلك لم يعطل المشروع الاقتصادي المصري وخطط التنمية المصرية. نحن ماضون في مشاريعنا في تقديم هذه الخدمات للمواطن المصري بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التحديات عايز أقول لحضرتك إلى إنجازات. يعني سيادته نتذكر جميعا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن، طبعا ده عمل على ضبط المالية العامة وضبط الإنفاق بالموازنة، كل ده كان ليه فضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخل المواطن من خلال القرارات التي تترجم سواء اليوم أو قبل ذلك المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور أو زيادة المعاشات. طبعا كل ده أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته مصر منذ عام 2016. كل ده قرارات حقيقية وقوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح المواطن. عايز أقول لحضرتك ما ننساش هنا من ضمن الأزمات بجانب الأزمة الاقتصادية موضوع الامن، احنا يعني هي الناس مش حاسه ولا مش واخده بالها ولا ايه؟ لازم نوضح هنا توفير الامن والاستقرار كان هو اهم متطلبات واسس تحقيق التنميه الشامله وتطوير مؤسسات الدوله، وطبعا ده بينعكس على تحسين حياه المواطن. صحيح، ده شفناه في تجربه مصر الناجحه والمتميزه في الاصلاح الاقتصادي. وكانت الاشاره واضحه ايضا استاذ مخلوف انه السيد الرئيس قال انه يعني وتيره الصراعات في دول الجوار تتصاعد خلال الفتره الماضيه، وقال نصا انه الدوله بكافه اجهزتها تبذل جهودا حثيثه للحفاظ على الامن الداخلي. هي كلمه
السر أو المفتاح الحقيقي لأي تنمية هو تحقيق الأمن بشكل كبير. إذا عدنا مرة أخرى إلى القرارات اليوم، 8 قرارات أو 8 توجيهات قام بها السيد الرئيس أو وجه بها الحكومة بتنفيذها، نتحدث عن قرارات خاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة، رفع الحد الأدنى، أيضا تقليل الإعفاء الضريبي للموظفين وللعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهناك أيضا قرار يخص صغار المزارعين والفلاحين، وجه السيد الرئيس بنك الزراعة المصري بمحاولة المساعدة للمتعثرين في سداد بعض الأقساط بحلول عام 2024. كيف ترى هذا القرار وجملة القرارات الأخرى؟ طبعا هو قرار مهم جدا وفي جاء في توقيته المناسب. طبعا كما ذكرنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن والفلاح المصري، صحيح، جزء كبير أو أصيل من الشعب والمواطنين، ودائما سيادته ينحاز إلى الفلاح والمزارع المصري، وهناك اهتمام بالأمن الزراعي أيضا والغذائي، ومن هنا يدعم الرئيس الفلاح لتحقيق النهضة الزراعية التي تقوم بها الدولة. وعايزين هنا نوضح وأقول لحضرتك يعني العديد من الأشياء المتشابهة والمتكررة في هذه القرارات، الانحياز الدائم للشعب بمختلف فئات وليس فئة واحدة. يمكن هنا السيد الرئيس وضع على عاتقه زي ما حضرتك ذكرت حماية مصر وتصون مقدراتها واستطاع إنقاذ الوطن من سطوة جماعة إرهابية. طب أستاذ محمد، مبادرة حياة كريمة، هذه المظلة الأكبر والأوسع يعني التي قامت بتنفيذ حوالي 1616 مشروع فقط في محافظة بني سويف، نتحدث عن يعني 66 قرية استفادت بشكل مباشر من مبادرة رئاسية حياة كريمة في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من القطاعات المختلفة. حياة كريمة غيرت من حياة الناس وغيرت من وجه الصعيد بشكل كبير. بالطبع حياة كريمة إنجاز التعبير أو يمكن أن نطلق عليها في رأيي أنها مبادرة ومشروع القرن، وأرى أنها أعظم وأفضل مشروع إنساني خدمة المواطنين. يعني مبادرة حياة كريمة لو يعني عدنا بالذاكرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير عام 2019. طبعا هدف كانت ليه؟ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، وطبعا بتسهم أو هدفها تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا وخاصة في القرى. من أبرز الأهداف أيضا الحياة كريمة أنها تستهدف الفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وتتضمن شقا هاما للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وأيضا بيتم صرف أجهزة تعويضية فضلا عن تنمية القرى الأكثر احتياجا وفقا طبعا ده لخريطة الفقر. بخلاف كل ذلك بيتم من خلال حياة كريمة توفير العديد من فرص العمل لشبابنا وأبنائنا في مختلف المحافظات، وده طبعا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بيتم عملها في القرى والمناطق الأكثر احتياجا. وبيتم أيضا في جانب مهم تجهيز الفتيات اليتيمات للزواج من خلال هذه المبادرة، من خلال تقديم العديد من المساعدات لهم أو لهن يعني. طبعا عايز أقول لحضرتك آلية العمل في مبادرة حياة كريمة بتتم بكل شفافية عشان يعني بس خفافيش الظلام وأهل الشر اللي دائما بيستهدفوا مصر بالشائعات، لكن وعي الشعب حطم كل هذه الشائعات. آلية العمل في حياة كريمة بتتم بكل شفافية، بمعنى ليس هناك مجاملات أو تمييز لقرية على حساب أخرى. صحيح. الموضوع في حياة كريمة تم من خلال تقسيم القرى الأكثر احتياجا المستهدفة، وده مش كلامي ولا كلام محافظ أو كلام وزير أو كلام مسؤول بعينه، لأ دي بيانات ومسوح الجهاز، وحتى هنا يعني تم اجراء مسوح ميدانيه ودراسات علميه لتحديد طبعا اكثر طبعا النقاط فقرا او اكثر القرى فقرا والبدء بشكل مباشر في تقديم الخدمات فيها. بالضبط. يمكن هنا عايز اقول لحضرتك في ثلاث مراحل للمبادره. المرحله الاولى بتشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فاقصى. صحيح. دي طبعا القرى الاكثر احتياجا ومحتاجه تدخلات عاجله وسريعه. المرحلة الثانية هي القرى ذات نسب فقر من 50% ل70%، ودي بتحتاج تدخل ولكن أقل صعوبة من المجموعة الأولى. المرحلة الثالثة والأخيرة للمبادرة ودي القرى ذات نسب أقل من 50%، ودي طبعا فيها تحديات أقل لتجاوز الفقر. يعني من أبرز الحاجات أيضا في مبادرة الحياة كريمة
لأول مرة على مستوى العمل العام تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة وعشرات من منظمات المجتمع المدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق بتواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي. وطبعا دول أبناء مختلف المؤسسات الخيرية ومؤسسة حياة كريمة، وطبعا دول نبراسا يحتذى به في مجال العمل التطوعي. كما ذكرت الرسائل التي حملها خطاب السيد الرئيس اليوم وتوجيهات السيد الرئيس للحكومة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، 8 قرارات، برأيك إلى أي مدى سوف نجد صداها وتنعكس على المواطن وعلى حياة المواطن في الأمد القريب؟ هناك ترحيب وارتياح كبير بمجرد خطاب وقرارات السيد الرئيس وإعلانها مباشرة أو على الهواء مباشرة، حالة من الترحيب والارتياح بين مختلف فئات الشعب المصري. شكرا شكرا جزيلا الأستاذ محمد بخلوف، الكاتب الصحفي بأخبار اليوم.